وفي مثل هذا اليوم صادف نهاية سنة 200 للهجرة الموافقة لسنة 21 و700 ميلادية وفاة القائد الأمير طارق بن زياد. في هذه السنة توفي القائد الفاتح طارق بن زياد، أصله من البربر، أسلم على يد موسى بن نصير حاكم إفريقيا للخليفة الأموي، فكان من أشد رجاله. ولاه موسى بن نصير على طنجة سنة 89 للهجرة. في أوائل سنة 92 للهجرة أرسله موسى على رأس جيش كبير لغزو الأندلس، فاستولى على الجبل المطل على المضيق الواصل بين البحر المتوسط والمحيط الأطلسي، فسمي باسمه طارق. فتح طارق قرطاجنة ثم إشبيلية وأستجة وقرطبة وملقة وطليطلة ومدينة سالم، واستكملت فتوحات الأندلس بعد وصول موسى بن نصير على رأس جيش كبير، ففتحت سرقسطة وطرطوشة وبالنسيا وشاطبة ودانيا. استدعى الخليفة الوليد بن عبد الملك كلا من موسى بن نصير وطارق بن زياد إلى دمشق سنة 96 للهجرة، فطلب منهما ولي العهد سليمان بن عبد الملك التريث في دخولها، لأن الخليفة الوليد كان يحتضر، لكنهما دخلاها فعزلهما سليمان بعد توليه الخلافة، واقتص من موسى بن نصير، وعاش طارق بن زياد بقية أيامه في فقر مدقع إلى أن توفي عن عمر ناهز 50 سنة. وفاة الأمير يزيد بن أبي مسلم. في هذه السنة توفي الأمير يزيد بن أبي مسلم الثقفي أمير المغرب، مولى الحجاج بن يوسف الثقفي وكاتبه ومستشاره. استخلفه الحجاج عند موته على أموال الخراج، فضبط ذلك وأقره الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك. أمره على إفريقيا الخليفة يزيد بن عبد الملك، فثار عليه الخوارج وقتلوه. وفي مثل هذا اليوم من سنة 68 و200 للهجرة الموافقة للعام 81 و800 ميلادية، وقف حجاج بيت الله الحرام على جبل عرفات في مكة المكرمة. الجيش العباسي يستعيد قم. كان أحمد بن عبد العزيز قد تولى الحكم في أصفهان وقم والجبال خلفا لأخيه دلف بن عبد العزيز بن أبي دلف العجلي، وخطب فيها للأمير عمرو بن الليث الصفار الذي كان متغلبا على خراسان. وكانت الخلافة العباسية قد أرسلت عدة حملات ضده، لكنه تمكن من هزيمتها. وفي هذه السنة أرسل الخليفة المعتمد على الله العباسي حملة على رأسها القائد التركي أذكو تكين بن أسا تكين، فالتقت قواته مع قوات أحمد بن عبد العزيز، فتمكن أذكو تكين من هزيمته واستولى على مدينة قم، وكان ذلك سببا في عودة أحمد بن عبد العزيز لطاعة العباسيين. وذكر حجاج العراق خبر محاصرة جيش العباسيين للزنج. كانت ثورة الزنج ضد الخلافة العباسية لا تزال مستعرة، وكان الخليفة المتوكل قد استعان بأخيه الموفق لحربهم، وكان الأمير أحمد بن الموفق من كبار القادة في جيش أبيه. ومع استمرار القتال اعترض أحمد بن الموفق جماعة من الأعراب كانوا يقودون قافلة إمداد لصاحب الزنج، فأوقع بهم وقتل منهم جماعة وأسر الباقين. واعترض جيش الموفق مجموعة أخرى من أعراب بني تميم كانوا يحملون الميرة لصاحب الزنج، فهزمهم وقطعت بذلك طرق الميرة عن صاحب الزنج، وأمعن الموفق بحصاره وإغراء أتباعه بتركه حتى انفضت عنه جموع كبيرة، كما تم قتل بهبود بن عبد الوهاب وكان من أخطر قادة صاحب الزنج. وبذلك بدأت كفة الصراع تميل لصالح جيش الخلافة، وأصبحت الإمكانية متاحة للقضاء على ثورة الزنج. وفي مثل هذا اليوم صادف بدايات سنة 75 و800 هجرية الموافقة لسنة 70 و400 ميلادية خارطة العالم الإسلامي. ابتدأت هذه السنة
وكان الخليفة هو المستنجد بالله العباسي ومقره القاهرة، وكانت سلطته روحية. وكانت الدولة التيمورية قد توزعت إلى عدة ممالك، هي دولة بني تيمور لنك المغولية وعليها أحمد ميرزا التيمور لنكي، ودولة بني تغلق تيمور وعليها كبك سلطان التيموري، وعلى هراه كان بادكار محمد التيموري. أما السلطنة المملوكية في مصر والشام والحجاز فكان يحكمها الأشرف بايطباي الشركسي، وتقلصت دولة المسلمين في الأندلس لتقتصر على إمارة غرناطة التي كان يحكمها الملك علي بن سعد النصر. وفي المغرب الأقصى كانت دولة بني وطاس في فاس ويحكمها أبو زكريا محمد الأول الوطاسي، وكان المتوكل محمد الرابع على تلمسان في الجزائر. وفي إفريقيا امتدت دولة بني حفص وعلى رأسها عثمان بن محمد الحفصي. أما في آسيا الصغرى فكان السلطان محمد الفاتح حاكما على الدولة العثمانية الممتدة إلى مناطق كثيرة في أوروبا. الدولة العثمانية، والدولة العثمانية هي إمبراطورية إسلامية أسسها عثمان الأول بن أرطغرل. ينتسب العثمانيون إلى قبيلة قاي من العرق الأصفر، كان موطنهم الأول في آسيا الوسطى بين جبال ألتاي شرقا وبحر قزوين في الغرب. نزحوا في عهد زعيمهم كندز ألب إلى مدينة خلاط في أرمينيا خوفا من المغول، وفي سنة 627 للهجرة رحلوا إلى مناطق نهر دجلة. بعد كندز ألب ترأس العشيرة ابنه سليمان ثم حفيده أرطغرل، فارتحل بهم إلى مدينة إرزنجان، وكانت مسرحاً للقتال بين السلاجقة والخوارزميين، فالتحق بخدمة السلطان علاء الدين كيقباذ السلجوقي سلطان قونيا، وسنده في حروبه ضد الخوارزميين، فكفأه السلطان السلجوقي بأن أقطعه بعض الأراضي قرب مدينة أنقرة. على شأن أرطغرل بعد أن أثبت إخلاصه للسلاجقة وأظهرت عشيرته كفاءة قتالية عالية، فبدأ يهاجم ممتلكات البيزنطيين في الأناضول واستولى على مدينة إسكيشهر. بعد أرطغرل تولى ابنه البكر عثمان فأخلص الولاء للدولة السلجوقية، وأجه نشاطه العسكري نحو الأراضي البيزنطية، فتوسع غربي الأناضول وعبر مضيق الدردنيل إلى أوروبا الشرقية الجنوبية، فكافأه السلطان السلجوقي علاء الدين كيقباذ الثالث ومنحه لقب عثمان غازي حارس الحدود العالي الجاه عثمان باشا. استمر عثمان في التوسع على حساب البيزنطيين، وفي سنة 691 للهجرة فتح مدينة قرجة حصار وجعلها قاعدة له، وأمر بإقامة الخطبة باسمه، ثم قاد قواته إلى بحر مرمرة والبحر الأسود. وحين تغلب المغول على دولة قونيا السلجوقية بادر إلى إعلان استقلاله عن السلاجقة سنة 699 للهجرة، ولقب نفسه عاهل آل عثمان، فكان بذلك المؤسس الحقيقي للدولة العثمانية، وتعتبر هذه السنة البداية الفعلية لتأسيسها. في سنة 726 هجرية تم احتلال مدينة بورصة وضمت إلى أراضي الدولة. توفي عثمان بعد أن وضع أسس الدولة، وكانت الولاية من بعده لابنه أورخان.